زخم تشريعي كبير يرتقب أن تشهده الدورة بمناقشة وتعديل مجموعة من مشاريع القوانين، وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب الذي طال انتظاره. البرلمان الآن أمام تحديات. التحدي الأول هو إخراج الترسانة القانونية في هذه الدورة، خصوصا تلك المتعلقة أولا بمدونة الأسرة، القانون الجنائي، قانون المسطرة المدنية، ثم قانون الإضراب. وهذه مشاريع قوانين استراتيجية وهيكلية. الامتحان الأول بحسب المراقبين لتماسك الأغلبية الحالية النجاح في تجديد انتخاب رشيد الطالب العالمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وذلك خلال الاقتراع الذي سيتم إجراؤه مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية. إعادة انتخاب السيد الطالب العالمي هو مسألة تحصيلي حاصل، لأن الانسجام الحكومي لا زال قائما، وكذلك لم تبرز خلال هاتين السنتين السابقتين الشخصية يمكن أن تشكل بديلا له في رئاسة البرلمان. دورة أبريل المقبلة ستعرف نشاطا تشريعيا مكثفا، لا سيما على مستوى لجنة العدل والتشريع، كما ستكون امتحانا حقيقيا لتمرير القانون التنظيمي للإضراب في ظل وجود امتدادات نقابية للأحزاب الممثلة بالبرلمان والحكومة.